رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر، الذي أكد أن من حق الكويت التي استثمرت في الخبرات لديها أن تستمر في الاستفادة ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاما. وقال الصقر أن دولة الكويت تنظر إلى قضية إصلاح هيكل العمالة والتركيبة السكانية كقضية وطنية تركز على 3 أبعاد رئيسية، مضيفا أن هذه الأبعاد لا تكون بقرارات مجتزئة وغير مدروسة، بل من خلال خطة متكاملة طويلة المدى وتستند إلى احتياجات الكويت ونموذجها التنموي.